فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التبرع بالدم ينقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى. الدم نجس، الدم نجس، وأما أنه ينقض الوضوء إن كان خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء كما سبق، أما إن خرج من بقية البدن فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين، والراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، الراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يصابون في المعارك بالجراح وتسيل منهم الدماء وكانوا يصلون عليهم الدماء، وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء أكمل صلاته، فدل على أن خروج الدم من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء. نعم.